صفقة ايضا بشكل مادي قوي باهداف. واللعبة توصل وبتعدي ترجع مرة ثانية. كرة اقرب للمنتخب البلجيكي بيلعبها ويحصلها بيرتولد. بيرتولد ولاعبها كرة امامية لكن اقرب لها المدافع البرت. هذه عاد اشوف شوفوا اما لعبها وعدت. شوف هياها هياها مولر هياها مولر هياها بسترة ابدا لرون. سجل هدف بلجيكا هدف التعادل. كرة اللعب توصل في النص بلجيكا. شيفو شيفو لعبها الى ديرليست انقطع توصل مرة ثانية من بولر. بولر لعبها ناحية اليسار سريعة 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 على ماجنر سريعة. في نص الملعب عشر دقائق التعادل 1-1. بولر مجهود لعبها كريزمان. بولر 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 كريزمان جو جو. الله شنو هذا شنو هذا شنو هذا شنو هذا. مبسوط كريزمان مبسوط في الدقيقة 10 في الدقيقة 10 في الدقيقة 10 سجل ايضا كليزمان. كليزمان الهدف الثاني. مباراة ظاهرة تشهد اهداف. كليزمان لاعب موناكو الفرنسي. كليزمان 65 مباراة دولية. شوف شوف التفاهم بين فولر وكليزمان. شوف 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 الكعب والكعب بالعرض. شوف يتركها شوف يتركها شوف يتركها ابدا ويتركها للزاوية بيحطها بريدوم. بريدم اليوم بريدم هذا الهدف الثالث في مرمى هدف سعودي واثنين والكل حتى الاحتياط اللي حاطه الماء دي بتروح مع الكره الارضيه اللي حاطها كليزمان. هدفين في الدقيقه 10 والهدف 11. المانيا اثنين و بلجيكا واحد. شيفو مباراه معناها راح يبي اهداف كثيره. شيفو شيفو ملعوبة وتوصل يشيلها الدفاع الالماني. اغرب سميت لاعبها فار فاول بكارت شافر بكارت جايب الحكم. كارت صح كارت كارت لي خمسة كولير. الالماني توماس 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 هولير توماس هيلمر ياخذ توماس هيلمر. هذا شيفو كارت لي توماس انذار. شيفو انزو شيفو طبعا لاعب مشهور بلجيكي. واثنين المانيا واحد بلجيكا. لعبة هولا الى بيرتول ملعوبة لبلجيكا وحاول يمر ديرليست توصل اقرب الى سميت. مشتركة بين الاثنين عن التماس. بيرتولد بيرتولد لعبها في النص اقرب الى فوتبول لكن بتروح منه
مشترك بوتفلد مع اللاعب ستانز. هذا ستانز فاول ستالنز واللاعب سميث. أربعة البرت. البرت لعبها ناحية ديرليست. ديرليست إلى سميث مرة ثانية حتى يسار أغرب ياخذها اللعب توصل إلى شيبو. شيبو في النص أعتقد بين البرت اللي بيحاول صاحب هدف على هولندا. لاعب البرت لاعب اندر البلجيكي يمكن لاعب شيبو. شيبو بشوت بحضر لها خطر ترجع هدمه عكسيه المانيه. اللاعب على طول ماكر ماكر لاعب الكويت تطلع الكره برا وجريزمان بيحاول ناول. شوف فريق المانيا يلعب الان حتى الربع ساعه. شوف التفاهم بين جريزمان وفولر الاثنين راس حربه جهه اليمنى وجهه اليسرى وبالتالي هم اللي شغلين منطقه بعد 117 ماكنير والجهه اليمنى اللي هو سامر في النص مع بولفال وتوماس هيلمان. فيبر اليوم بوسم فيبر ما عمل شيء لحد الان. ربع ساعة مضى من زمن الشوط الثاني. اثنين المانيا واحد بلجيكا. كورنر كورنر اللعب كورنر مرة ثانية كورنر كورنر ثلاثة اهداف حتى ربع ساعة ولا من زمن الشوط. واللعبات شوط اولاني بثلاث اهداف. اللاعب ارتاح اليسار اقرب لي نيلس داخل معها متايوس رمي التماس نيلس تركه بيرتولد طويلة كرة امامية اللعب في النص وتوصل لعب ليلة حلوة لشيبو. شيبو وبيمر ياخذها من المدافع الالماني فاول فاول وهذا بوتفالد حقيقة. المدرب اليوم بيرتي بولبس يضع كل ما عنده اللعيبة كل الاسماء الكبيرة ما عدا بيحتفظ ببريمة لحد الان من ضمن الاحتياطي. اتوقع انه سيجعلها في الوقت المناسب اذا كان ممكن. لكن واضح ان تشكيل بالفريق نشط لحد الان. هدفين تفاهم كامل بين غريزمان وفولر. توماس هيلمان متايش امامية وصل مرة ثانية في النص اقرب لي بيرتولد. بيرتولد ماكنير بيرتولد
يحاول شوت فاجنر سدد لكن لعبت. شيفو شايف انا مراقب تماما لكن مغابة عليه صعبة جدا. يولف لاعبها واشترك ويمر امينس كرة ملعوبة وخطأ حلوة حلوة لكن يشيلها الدفاع توماس هيلمر داخل حقيقة امينس وترجع لك لزمان اولا كرة ملعوبة بأيها لكن شايد شايد الحارس عنده يرمي نفسه في زاوية بعد ما لعب له اسنر كرة داخل المرمى بالنص ثمانية اثنين بلجيكا واحد والدقيقة الان تمر عند تقريبا 20 المانيا اثنين بلجيكا واحد بدل المان ده خمسة وثم بلجيكا في الدقيقة سبعة وفي الدقيقة عشرة ايضا الالمان وهذا فيبر اثنين المانيا امامك 20 دقيقة الان كرة اللعب وبتعدي روح رياضية واربع لاح الحقيقة لاعب اندرلخت لسبع لهدف امام هولندا و27 سنة نشط حقيقة وصاحب هدف وهو دائما لاعب ميدفيلد يعني ونص ومدافع لكن يميل دائما الى الطريقة الهجومية كرة اللعب ماتايوس كولر ماتايوس أمامية مين كولر وهستر تنقطع توصل مرة ثانية قريبة إلى في نصف الملعب ياخذها ديرليس ديرليس ملعوبة في النص على طول إلى ستة ستانز ستانز كرة مع لاعبة بلجيكية أمامية وخطرة توصل لفيبر فيبر بيحاول يمر لعبها توصل ما تمر ترجع خلاص ما تعبنا عندي مره ثانيه تبقى الى فيبر مش تحمل راسه لكن وين تروح برا الملعب ضربه مرمى بين فيبر وستانز اللي داخل ستانز بيحاول يحطها براسه تروح الكره وين برا ستانز